ده على مستوى التصنيف العالمي، بس خليني أكد أنه المغرب في المركز ال13 عالميا، وده طبعا بعد إنجازها بالحصول على المركز الرابع في النسخة الأخيرة من كأس العالم، وتأكيدا على كلام بلال اللي كان قاله قبل الفاصل أنه المغرب هي أقوى منافس، واحد من أقوى الفرق المرشحة للمنافسة على لقب بطولة أمم أفريقيا. بيجي بعدها السنغال في المركز 20، تونس 28، جزائر 30، مصر 33، ثم نيجيريا والكاميرون 42 46. بالإضافة للمغرب طبعا، ده على مستوى الأرقام والتصنيف ده ملوش علاقة تماما بأجواء البطولة، لأنه البطولة دي عودتنا وفي نسخ كتيرة جدا إحنا توجنا باللقب فيها ما كناش داخلين في التصنيف أو ما كناش متقدمين في التصنيف على المستوى الأفريقي، ورغم كده قدرنا نحقق اللقب بعد أداء ومستوى أكتر من رائع. بوركينا فاسو سبيل المثال 2006 2008 و2010 ثلاث نسخ، يعني خمس نجوم بالنسبة لمنتخب مصر. بالإضافة للمغرب، شايف مين يا مصطفى الأقرب لمنافسة على اللقب؟ طبعا المنتخب المصري، المنتخب المصري. وانت اتكلمت يا احمد، لا انا احنا خلينا متفقين ان المنتخب المصري طبعا اقوى المرشحين، المرشحين بقوه للمنافسه، لكن اقصد مين ممكن يكون منافس لمنتخب مصر، مين يكون منافس على طبعا اللقب؟ المنتخب المغربي زي ما بلال قال، والمنتخب السنغالي والمنتخب الكاميروني. انا بشوف المنتخبات اللي هي دايما عندها تاريخ كبير، المنتخبات اللي هي الفتره الحاليه بتمر بمستوى كبير جدا، وبشوف المنتخب السنغالي كمان عنده ميزه مع طبعا اليو سي ان هو في تطور، يعني ما وقفش عند خد بالك في نقله حصل او في يعني تغير حصل في منتخب السنغال، اعتقد ممكن يكون مؤثر على النسخه دي من المنتخب السنغالي. كبار نجوم المنتخب السنغالي اللي كانوا سبب في تحقيق اللقب مش في افضل حالاتهم، مش بس مش في افضل حالاتهم، لكن كمان على مستوى المنافسه اختلفت الاجواء من اللعب الاكبر انديه اوروبا لانتقال لانديه طبعا انديه كبيره ودوري كويس، لكن مش ما تقدرش تقيسه ابدا او تقارنه بنفس مستويات فرق بايرن ميونخ او فرق تشيلسي. بتكلم على كاليدو كوليبالي، بتكلم على ادوارد مندي، بتكلم على ساديو ماني. يعني بيتهيألي ده هيأثر بشكل كبير، هيأثر طبعا، وعلى فكره مأثر معاهم في التصفيات كاس العالم. وعلى فكره السنغال اخر مباراه تعادلت مع توجو في تصفيات كاس العالم، وده مأثر فعلا يا احمد. بس اليو سوسيه مدرب كبير، وانا دايما بشوف ان المدرب الكبير هو اللي بيقدر في البطولات المجمعه اللي زي كاس امم افريقيا يقدر يقود فرقته للنهائيات، وبشوف ان هو قادر في ظل حتى اهتزاز مستوى بعض اللاعبين ان هو يقدر يطعم بلعيبه صغيره، واعتقد ان هما حتى افضل لاعب شاب في افريقيا هو لاعب سنغالي. فبشوف ان المنتخب السنغالي لا هو منتخب قادر، وساديو ماني ورفاقه زي ما بيقولوا كلهم، بشوف ان هما عندهم القوه والشخصيه والحافز ان هم برضو يستمروا في ان هم ينافسوا على اللقب ده. مع المنتخب الكاميروني ايضا، واحد منتخب كاميروني، شايف ان منتخب الكاميرون خلي بالك هو مصمم على الكاميرون عشان نمسكها عليه، خد بالك برضو من اول البطوله مصر والكاميرون يعني ديربي قاره افريقيا، بتتكلم على اكتر منتخبين حصولا او تحقيقا للقب البطوله، وياما منافسات جمعت بين مصر والكاميرون، ماتشات تاريخيه لا تنسى يعني. لا والكاميرون كمان عندها رصيد كبير جدا من التاريخ، المشاركات في كاس العالم وعندهم اسماء نجوم طبعا نجوم كبار في القاره. لا الكاميرون وحاجه ثانيه يا احمد، ان دايما في منتخبات بتصدق نفسها، يعني حتى في اسوء حالاتها شخصيه البطل، دي شخصيه البطل موجوده عندها. يعني كوت ديفوار منها الكاميرون طبعا، كوت ديفوار معاها سكواد في كاس الامم دي، وكمان بيلعب على ارض وسط جمهوره قوي جدا، لكن يفتقدوا دائما لحته شخصيه البطل، لان دايما بيخرجوا في مباريات يعني ممكن تبقى بالنسبه لهم بيوصلوا للنهايه وبيخسروا قدام مين بقى؟ قدام المنتخب الكاميروني، قدام المنتخب المصري، قدام المنتخب المغربي. فدايما بتلاقي المنتخب اللي عنده شخصيه البطل اللي هو دايما مصدق نفسه ان هو كده كده هيحقق البطوله، فبيبقى دايما هنا دايما بيصطدم مع المنتخبات دي. هي مش قصه سكواد بس، يعني بيتهيألي ليها معايير ثانيه. السكواد في اوقات كتير جدا بيبقى اكيد مهم، لكن الحضور، المستوى، التركيز، لانه في اوقات كتير جدا بتيجي الاسماء دي، كان بيقال يعني الاسماء دي بتيجي من اوروبا لمجرد النزهه، او يعني ما بيبقاش في اهتمامها قوي، او ما تقدرش تقارن اهتمام النجوم دي في منتخباتها ببطوله او بحلم الوصول لكاس العالم والمنافسه في بطوله كاس العالم زي ما بتقارنه ببطولة أمم أفريقيا أو المشاركة في أمم أفريقيا. يعني هو معظم النجوم اللي بتيجي من أوروبا يعني بيبقى قلبها مع منتخب بلدها وعقلها مع النادي بتاعها اللي بينافس، وبتبقى المنافسات مستمرة في الدوريات الأوروبية طبعا،
فبيبقى قلبه مع منتخب بلده، نفسه يعمل انجاز لبلده ويسعد الشعب اللي بينتمي ليه او هو واحد منه، وفي نفس الوقت عقله مع النادي اللي بينافس اكيد هو برضو يهمه ان النادي بتاعه يحقق نتائج جيده في الدوري. فدي ليفربول النهارده بيلعب وصلاح بيتمرن في كوت ديفوار، وكمان كان عنده ماتش في الكاس وقدر يفوز ليفربول في غياب محمد صلاح. وكمان عايزين انا يعني في نقطه مهمه جدا يمكن عايزين نتكلم عنها، مش عارف. طيب خلينا نروح لنقطه مهمه جدا تبين لك. طبعا احنا بنتكلم على القوى التقليديه، لكن ده ما يمنعش ان في منتخبات كتير مرشحه انها تكون حصان اسود، ومنتخبات لقاءاتها او مواجهتها مش هتكون باللقاءات السهله، لانه تقدر تقول كده في توجه بشكل عام لمعظم المنتخبات الافريقيه في الاعتماد على الاجيال الثانيه والثالثه من المهاجرين لاوروبا. المنتخبات اللي بتعتمد في قوائمها على لاعبين من مواليد اوروبا، وتعالوا نستعرض مع مصطفى اكتر منتخبات افريقيه هتشارك في البطوله بتعتمد على مواليد اوروبا في بطوله امم افريقيا. طبعا في الصداره المنتخب المغربي ب 18 لاعب، والغالبيه في الدوري الفرنسي. ايوه. وغينيا في المركز الثاني. انت بتتكلم على تشكيل اساسي ومعهم الخمسه الاحتياطي كمان او سبعه احتياطي، عدد كبير جدا كلهم من مواليد اوروبا. بالظبط. غينيا 17 لاعب وال 17 في اسبانيا. فدي برضو حاجه ملفته جدا. المنتخب السنغالي في المركز الثالث 14 لاعب، 11 في فرنسا، ودايما احنا عارفين المنتخب السنغالي دايما اغلب محترفين بيبقى في الدوري الفرنسي. صحيح. وعندهم جينيراسيون فود برضو مصدر مهم جدا لاهم انديه اوروبا بالذات الدوري الفرنسي. الراس الاخضر 14 لاعب، الراس الاخضر تخصنا لانها معانا في المجموعه ثلاث لقاءات. الجزائر 13 لاعب، 12 في فرنسا. الكاميرون 12 لاعب، 10 في فرنسا. تونس 10، 8 في فرنسا. انا ملاحظ ان اغلب تقريبا ايوه، عشان اغلبها دول فرانكوفون يعني بتتكلم او نطقها باللغه الفرنسيه، فبيبقى الاحتراف في فرنسا بوابه للعبور لبقيه ال كوت ديفوار. طبعا في المركز الاخير بتسع لاعبين، 8 من فرنسا ايضا. يا فرنسا هي تقريبا المحتضنه. انا حسبتهم واحمد بيتكلم كده 64 لاعب في الدوري الفرنسي، رقم كبير جدا. ومش عارف ازاي منتخب فرنسا اساسا كله منتخب فرنسا نفسها كلها من اصول افريقيه، وما اعرفش الانديه في فرنسا دلوقتي وضعها ايه. من اهم اللعيبه اللي جم في تاريخ فرنسا كان من اصول جزائريه، زيدان وبنزيما. لا، وكان عندهم كمان كلود ماكاليلو، كان عندهم لاعبين. لا طبعا انت بكلمك على وباتريك فييرا، وكان عندهم اسماء كبيره. طبعا في 64 لاعب من الدوري الفرنسي، رقم كبير جدا هيشارك في الكان. وما اعرفش وضع الانديه في الدوري الفرنسي بعد. خد بالك اللي احنا بنتكلم عليهم بيشتمل الدرجه الثانيه اعتقد. لا مش بس الدرجه الثانيه، هم من مواليد فرنسا لكن ممكن يبقوا بيلعبوا في دوريات ثانيه. يمكن لما نستعرض خريطه اللعيبه المحترفه بيلعبوا في الدوريات الخمسه الكبرى يمكن الفرق هنا يبان، لكن هم من مواليد فرنسا لكن مش كلهم بيلعبوا في فرنسا. اوكي. يعني ال 64 لاعب دول من مواليد فرنسا، عشان مواليد فرنسا. يبقى الاحصائيه ماشيه مظبوط، لكن مش بالضروره بيلعبوا في فرنسا. يبقى 64 لاعب مواليد فرنسا. بالظبط. متوزعين بقى، هنشوف التوزيع بتاعتهم. صحيح. طيب دي توزيعه بقى اللعيبه بتاعه المحترفه في الخارج على مستوى الدوريات الخمسه الكبرى. يعني اللعيبه اللي حضراتكم هتشوفوهم او ارقام او اعداد اللعيبه دول بيشاركوا في اقوى خمس دوريات على مستوى العالم. بالظبط. يعني تعالوا نشوف ترتيب المنتخبات مع بلاد. السنغال طبعا بتاتي في الصداره، عندها 19 لاعب في الدوريات الخمسه الكبرى، وده بدليل على قوه السكواد. طبعا ده طبعا بره مثلا لعيبه زي ساديو ماني وكوليبالي. يعني اللي بيلعبوا في الدوري السعودي، كوليبالي وادوار مندي، ثلاثه ادوار مندي. يعني اهم ثلاث نجوم ما بيلعبوش في الدوريات الخمسه الكبرى، ومع ذلك ما زال السنغال بتحتفظ برقم كبير طبعا داخل الدوريات الخمسه الكبرى. 19 لاعب. كلام مصطفى اللي كان بيقوله مش رايق، السنغال ولاده اكيد. المغرب عندها 15 لاعب في الدوريات الخمسه الكبرى، غانا عندها 13، والجزائر 13، كوت ديفوار 12 لاعب، ومالي 11 لاعب، وده رقم جيد جدا لمنتخب مالي انه يمتلك 11 لاعب داخل الدوريات الخمس الكبرى. نيجيريا وغينيا وعندهم 9 لاعبين، الكاميرون 8 لاعبين، والكونغو الديمقراطيه 7، تونس 5 لاعبين، ومصر رقم سلبي جدا جدا 4 لاعبين فقط داخل الدوريات الخمس الكبرى. محمود عندنا محمد النني، محمد صلاح، مصطفى محمد، ومحمد مرموش. عمر مرموش 4 لاعبين فقط.
في الدوريات الخمس الكبرى. نتمنى ان شاء الله على البطوله القادمه يبقى عندنا ارقام كبيره زي المنتخبات اللي سبقانا، غينيا بيساو وبوركينا فاسو 4. بسمع الكلمه دي في كل مره نقول نفس الرقم ده بقى لي سنين. واحد بيمشي يعني وواحد بيرجع هو بص هيتغير. هي المشكله بص لما تيجي تبص على المنتخبات اللي متساويه مع مصر في نفس العدد هتلاقي ان غينيا بيساو وبوركينا فاسو دول متراجعه كرويا على المستوى المحلي جدا. يعني احنا عندنا الدوري المصري يمكن بس الاقوى. بس انا هقول لك حاجه، انا عندي تفسير عايز اقوله لك. يلا اتفضل. روي فيتوريا في المؤتمر الصحفي اتكلم عن الجزئيه ديت بالمناسبه وقال ان اللاعب المصري هنا في مصر بيعامل على انه ملك وبيبقى عنده تقريبا بتتوفر له كل الاحتياجات، ودوت سبب منطقي في وجهه نظر فيتوريا ان اللاعبين المصريين المحترفين في اوروبا عددهم قليل. لان زي ما بقول لك هو قال كده بالنص، قال لك اللاعب المصري بيعامل داخل مصر على انه ملك، فهو ما بيشوفش ان هو محتاج يطلع اوروبا، هو مش محتاج يغير. وهنا طبعا بالقرب من اهله والكلام ده كله والطبيعة والانسجام على عكس افريقيا على عكس ممكن في بعض اللاعبين بتهاجر لاوروبا. بعد كده المنتخبات الثانيه، يعني في منتخبات ما عندهاش خالص زي موريتانيا وناميبيا وجنوب افريقيا، ده برده رقم سلبي جدا لجنوب افريقيا ان هم ما يكونش عندهم ولا لاعب في الدوريات الخمس الكبرى. وجنوب افريقيا تتكلم على برضو عدد قليل جدا من المحترفين، ثلاث محترفين منهم بيرسي تاو طبعا نجم منتخب جنوب افريقيا في مصر، وفي اعتقد حد محترف في الدوري القبرصي ما يعني بعاد جدا على المستوى الخمس دوريات مش موجود عندهم حد خالص. يعني في وقت من الاوقات كان بيرسي تاو بيلعب في الدوري بس على فكره الانجليزي. يعني هنا الشبه بين مصر وجنوب افريقيا هتلاقيه متعوض في قوه الانديه على المستوى القاري بالظبط. يعني الاهلي في مصر وسان داونز مثلا وكايزر تشيفز في جنوب افريقيا بيقدروا يقدموا بيقدروا الاساسي او مصدر اساسي بين عدد المحترفين في الخارج وبين اللعيبه اللي بتلعب محليا المحلي بالظبط. طيب خلينا نروح للقائمه الثالثه عشان برضو نعمل يعني ندي حقكم نظره شامله كده على البطوله بشكل عام، نشوف مع حضراتكم اغلى المهاجمين اللي بيشاركوا في بطوله امم افريقيا على مستوى القيمه التسويقيه. طبعا بنتكلم على افضل لاعب ودول اللي هينافسوا يعني غالبا يعني اللي هينافسوا على لقب الهداف. واسمع راي بلال واحمد مين ممكن يكون الاقرب لتحقيق اللقب. عندنا طبعا مهاجمين من عيار تقيل وبيلعبوا طبعا في اكبر انديه، ومش بس فكره يعني كنت بتكلم حتى في البدايه انه لاول مره، مش عارف هتتفقوا معايا في ده ولا لا، اول مره منتخب مصر يخوض منافسه امم افريقيا بخط هجوم بالكامل محترف ومقدمين كهرباء. انا بشوف انه كهرباء الحقيقه مع خبراته في في دوري ابطال افريقيا وفي كاس عالم للانديه خبراته لن تقل عن اي حد من خبرات افريقيه كمان المحترفين. احنا بنتكلم على كمان الثلاثي اللي بنتكلم على كوكا ومصطفى ومرموش وتريزيجيه ومحمد صلاح ومعهم كهرباء، اعتقد قوه ضربه للمنتخب المصري بالظبط. ومعظمهم محترفين، هو الخط كله تقريبا محترفين ما عدا كهرباء محترفين في الخارج في اوروبا يعني. على مستوى المهاجمين المحترفين طبعا البطوله بتضم افضل المهاجمين على مستوى اوروبا، ومنهم الحقيقه اللي فاز بلقب الافضل على مستوى الدوريات الخمسه الكبرى، واولهم طبعا فيكتور اوسيمين مهاجم نابولي الايطالي ومهاجم نيجيريا الدولي اللي فاز بلقب افضل مهاجم وهداف بطوله الدوري الايطالي.